التعامل مع البنك كذا بيحصل على فائدة كذا في دفتر توفير المعاش، ونسبة كذا على شهادات إيداع المعاش، تضاربت الفتاوى. فهل سداد زكاة المال من هذه الفوائد حلال أم حرام؟ اعتقادنا بأن البنك توصيفه العلمي الدقيق عبارة عن تاجر يتاجر في أموال المودعين، تاجر يعني اشتال البنك الفلاني يحط مكانه حن ديفيد بولز مثلا، حط مكان اسم البنك الاسم ده، هتلاقي المسألة ايه؟ ماشية بالضبط، ماشية بالضبط. فهذه البنوك عبارة عن أشخاص اعتباريين يتعاملون في أموال وبأموال المودعين. أنت عندما توضع المال في البنك أنت تودعه كي تأخذ منه ربحا، تودعه كي تأخذ منه ربحا. والبنك عندما يأخذ منك المال يأخذه على جهة القرض، مش من جهة التشغيل، لا، على جهة القرض، بدليل إن البنك لو حصل فيه أي خسارة هل تتحمل من خسارة البنك؟ لا. أنت لك 10.5% بتاخده، حتى لو البنك ولع بالنار، حتى لو جت عصابة سرقت البنك مالكش دعوة، لك نسبة ثابتة تاخدها على فلوسك كل شهر أو كل 6 شهور أو كل 3 شهور على حسب ما هو متفق عليه. إذا هذه الصورة صورة لا تجوز، لأنك أقرضت مالا وهذا القرض جر فائدة، وهذا هو التعريف الدقيق الذي تكلم به الفقهاء عندما عرفوا الربا. فهذه المعاملات معاملات ربوية، معاملات ربوية مهما شقشقوا ومهما تكلموا، هذه معاملات ربوية، وما دخلت هذه المعاملات في شيء إلا وأفسدت. وما خلط مال ربوي بكثير حلال إلا أفسده. المال الربوي عامل بالضبط زي الثمرة العفنة المحطوطة في وسط قفص طيب، لو سبناه بعد فترة إيه اللي بيحصل؟ بيضرب قفص كله، بيضرب هذا القفص كله وبينتهي. وهناك أمثلة جبارة، يعني قلت لكم إن أحد الناس ليس من المنصورة اتصل علي، هذا الرجل قال إن هو بيطلع زكاة ماله، ففي أحد الناس كانوا من أكبر كبار تجار كذا في مصر، يعني كانت هذه التجارة الوحيد أول من صنع هذه التجارة، وكان رأس هذه التجارة في مصر هذا الرجل. إيه اللي حصل؟ حصل عنده في أحد المصانع بتاعته مشكلة حريق أو كده، فعمل قرض من البنك بضمان المصانع التانية، لما جاء وقت السداد ما عرفش يسد، فباع نص المصنع عشان يسد، فلما باع نص المصنع حصل بقى مشاكل وبتاع، وأصبح هذا الرجل الآن مفلسا. الرجل الملياردير ده الآن مفلس، أخذوا منه عماراته وفيلل وعربياته، وأخذوا عفشه، وأخذوا فلوسه اللي كانت لسه عنده، وذهب عياله، حتى عياله طلعهم من المدارس، وقالهم الآن ساكنين في زي عشة خشب كده فوق سطوح. سبحان الله، يعني هذا الرجل كان بيقول لي، المحدث بيقول لي يعني رأس ماله كان بيقترب من 1 مليار جنيه، دلوقتي ساكن في عيشه في وسطه وعنده ورم في مش عارف ألف ايه كده. فالراجل ده له عليا 113,000 جنيه، ممكن اخصمه من اموال الزكوات؟ العبره يجوز ولا يجوز، ولكن انظر الى بدايه الخراب الذي حل به. الخراب ده كله كان بدايته ايه؟ بدايته قرض ربوي. ليه صديق
عليه رحمة الله توفي في حادث سيارة منذ سنة، عليه رحمة الله، وكان من أهل طلبة العلم المجتهدين. أبوه أسأل تعالى أن يوفقه وأن يحفظه، كان عنده مركب صيد كبيرة في البحر، قل مثلا ثمنها 1,800,000 جنيه. حصل مشكلة فأخذ قرض من البنك بضمان الإيه؟ المركب. لما حل وقت السداد ما عرفش يسدد، إيه اللي حصل؟ البنك باع المركب بثمن بخس عشان ياخد إيه؟ فلوس، واداله الباقي. الفلوس الباقية حطها في مشروع، خسر المشروع. وبعد ما كان راجل عنده مركب أصبح بيشتغل عند الناس، وهذا رأيته وهذا بعينه. سبحان الله. قال الله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا قال الكلام ده. فالذين يتعاملون بالربا هم يحاربون الله ورسوله. وما وفق الله تعالى ناسا تعاملوا بالربا. نحن هنا في مصر لا نسدد شيئا من الديون، امال بنعمل ايه؟ نحن نسدد فوائد الديون. ما بيسموهاش فوائد الديون، بيسموها خدمة الدين، بيسموها خدمة الديون كده، بيسموها خدمة الديون. ويا ريتنا قادرين نسدد خدمة الديون، مش قادرين حتى. ربنا يبارك في أمريكا أسقطت كم مليار، وكذلك اليابان والناس دي أسقطت شوية مليارات بسبب موقفنا في حرب الخليج. ولكن إيه اللي حصل؟ لابد للناس أن يفهموا أن هذه الأشياء لا تجوز، ويتقوا الله عز وجل. ويا سيدي افترضنا في اثنين مفتين، واحد قال لك ده هي حلال زلال، والتاني قال لك دي حرام ولا تجوز، وربنا يحاربك وربنا ينتقم منك وهيخرب بيتك، وقعد يقول لك، هتعمل انت ايه؟ قلبك يروح فين؟ يا سيدي خد بالاحوط، خد بالاحوط. لو انت بتروح تدور على دكتور كويس في البطنه او جراح كويس، فقالوا ده جراح، في جراح كويس اسمه كذا، وفي جراح الناس بيقولوا ما فيش واحد بيخش له الا يطلع على الايه؟ على المقابر. وفي ناس قالوا انه كويس جدا، يعني ناس قالوا ان هو شاطر جدا، وناس قالوا عمر ما حد دخله طلع ماشي على رجليه. واخد بالك ازاي؟ انت كراجل عاوز تروح لجراح هتروح له؟ هتقول يا عمي ريح دماغك وابعد عن الراجل ده. هكذا هو، هكذا هو. فالاحتياط واجب. فحتى لو ان بعض الناس قالوا ان الفوائد ديت حلال زلال، واحنا مسؤولين امام الله، وتتعلق تربيتنا يوم القيامه، ويوم القيامه هتلاقي له رقبه. فيوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. هذا اليوم الملائكة والرسل كلهم يقولون ايه؟ رب سلم سلم. الأنبياء يجثون على ركبهم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. في اليوم ده بقى هندور عليه. فإذا كان أبوك يقول لك يا ابن ما أعرفكش ابعد عني، نفسي نفسي أبوك، يبقى هيجي بقى المفتي ولا فلان ولا علان يقول لك أنت مالكش دعوة أنا أشتغل يوم القيامة؟ لا. فالاحتياط واجب. الله المستعان. ما يقال في البنوك يقال في هيئات البريد وغير ذلك.